أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت
أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إذ قال يوسف لأبيه يا أبت يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك
اسمها ولا أبويك من قبل وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات صلوا على حضرة النبي لقد كان في يوسف وإخوته آيات لقد كان في يوسف وإخوته إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف
ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا نرتع ونلعب أرسله معنا غدا نرتع ونلعب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبه إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيار لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال
يصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا خاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا غيابة الجب فلما ذهبوا به وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون
فصبر جميل
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا والله عليم بما يعملون. سبحانه وتعالى مخلوق وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا غلام وأسر والله عليم بما يعملون. وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. قالوا أبانا
وجيءوا على قميصه بدم كذب والله المستعان على ما تصفون. وجيء السيارة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدود وشروه بثمن بخس دراهم معدود وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه 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 عسى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولما بلغ أشده يا مولانا والله يا مولانا نحن لو منك بس ما يجنبك والله ما
وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه ولما بلغ أشده آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت
وغلقت الأبواب وقالت ائت لك وغلقت الأبواب وقالت ائت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت ائت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله استاذ ابن استاذ والله يهني كنا يا سهاج وديني واسوان كان كده شرف رسول الله نسمع أسوان جاء مثال كان أسوان إزاي كذي الله يحرسك يا عم الله يفتح عليك الله يحرسك الله يحرسك رات الحوضات هنا يا أخي يدحلك إنما تستعجي المسائل يعني ما يديش الصحة وقيت العمر ربنا يزيدك من نعيم يدحلك إنما يا رب ربنا يكفي شر السور أمشي حبو على يدي أمشي أسمحتان أسمحتان حبو إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك
وغلقت الأبواب وقالت هئت لك وغلقت الأبواب وقالت هئت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله ولقد همت به وهم بها لولا ولقد همت به وهم بها لولا ولقد همت به وهم بها لولا أرئي برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء
واستبق الباب. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب. وألف يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء أن قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم
إنه من كيدكن قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيدينا
ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسي قد شغفها حبا. قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكها وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما إن هذا إلا ملك. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا
ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم يا كريم يا رب يا كريم يا رب قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني you
وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه. إنه هو السميع العليم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم.